اتفضلي يا أميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا جامعية ومثقفة وبعرف لغات، بس أنا حاليا ربة بيت ومبعملش أي حاجة غير إن أنا برعى بيتي وولادي. فأنا حضرتك عايزة، وبيضيع مني وقت كتير جدا في البيت، فأنا عايزة أعرف أنا أقرأ إيه؟ أنا بحب القراءة جدا. بس أنا كويس يعني إيه؟ أنت مقتنعة بإنك ما تشتغليش وإنك تربي أولادك وبيتك؟ أنا ظروفي الحالية هي كده، تربية أولادي اللهم لك الحمد، ودي أعظم نعمة من عند ربنا. بيتي وزوجي الحمد لله. ربنا يكرم جوزك يا رب. عندي حاسة إن إنجازي الوحيد في الحياة هو إني أبقى ربيت ولادي دول تربية. برافو عليكي، برافو عليكي. فأنا بقى أنا ولادي صغيرين، يعني 6 سنين وثلاث سنين، فأنا عايزة أعرف من دلوقتي، نفسي أطلعهم يعرفوا دينهم معرفة معتدلة وكويسة، ما يطلعوش. بشكرك يا أميرة. مين معانا تاني؟ أميرة عندها لغات وعندها 6 سنين وسنتين وعايزة، حاسة أن عندها وقت. أول كلمة ملحوظة ليا في تصوري، أبدا مفيش مسلم أو مسلمة عنده وقت. إحنا بنتصور أن عندنا وقت، وده معلش يا أميرة من خيبتنا. يعني أنا حاسس إن الدنيا كلها لو عمري أضعاف أضعاف ما كتب الله لي مش هيكفي حاجاتي، نروحه وناخده لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي. أنت ممكن كل يوم، بعدين ده أولاد، في حد يبقى عنده حد سنتين برفص كل دقيقة عنده وقت؟ وقت لإيه؟ عايز أقول لك النصيحة اللي أنت طلبتها مني، إزاي تربي أولادك على الإسلام؟ حاجتين اتنين، على عزم الأمور، كذب وحش، كذا وحش، كذا كخة، وانتي يشوفوا فيك الإسلام لما تكلمي الناس بهدوء، لما تبتسمي في وشهم، لما ترحمي أبوهم، لما تعملي له حساب، لما تزرعي حبه في قلوبهم بإنك تقولي فيه الأناشيد، وانت عايزة الجنة مش عايزة أبوهم ولا غير أبوهم. عشان عندي أسئلة كثيرة وموضوع